سمعت ان بقالك 6 ايام غايبة عننا. الناس هنا بيحبوكي قوي، بيقولوا انك وحشتيهم. اسمك جميلة صح؟ مش عجباني. بس لو حاولتي مش هحاول، كفاية محاولة. حتى لقيت اني بعدي رح يساعدك ابعد عني. اما انا كل واحد مصر يلبس وش ربنا، يحاكم ويحاسب ويعذب، ولأن الموضوع مؤلم قررت أعمل حاجة تانية.